والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، فقد انتهينا في اللقاء الماضي عند قول الحافظ رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين، والثاني وهو أول أقسام الآحاد ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين وهو المشهور عند المحدثين. يبقى احنا قلنا الخبر باعتبار وصوله إلينا ينقسم إلى متواتر وأحاد. المتواتر فاكرين إيه شروطه ولا مش فاكرين؟ أربع شروط، حد فاكر؟ مفيش حد بيحفظ. أول حاجة أن يكون له طرق كثيرة بغير حصر عدد معين، دي أول حاجة. الحاجة التانية من الابتداء إلى الانتهاء، يكون هذا العدد أو هذه الكثرة من الابتداء إلى الانتهاء. الثالث أن يكون مستند انتهائهم الحس. رابع حاجة ما هذه اللي احنا قلناها. رابع حاجة أن هذا العدد يستحيل تواطؤهم على الكذب. يبقى ده أول قسم وهو المتواتر. القسم الثاني وهو الأحاد، حديث الأحاد. الأحاد هو ما فقد شرطا من شروط التواتر بأن قل عدده، فإذا قل عدد الراوين للحديث أو الخبر في طبقة من الطبقات صار الحديث أحادا. والأحاد ينقسم إلى أقسام: المشهور أو القسم، والعزيز، والغريب. نشرحها لكم كده على السبورة عشان الأمور تتضح شوية. فين يبقى ايه الخبر او الحديث؟ ينقسم الى متواتر واحاد. المتواتر قلنا ليه شروطه الاربعة المعروفة. الاحاد اما ان يكون مشهورا او عزيزا او غريبا. يبقى الأحاد إما أن يكون مشهورا أو عزيزا أو غريبا. المشهور ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة. يبقى لا يقل عن ثلاثة في كل طبقة. طب ممكن يزيدوا؟ ممكن يزيدوا، يبقى ثلاثة في طبقة وأربعة في طبقة أخرى.
وخمسة في طبقة أخرى. المهم ألا يقل العدد عن ثلاثة في أي طبقة من الطبقات. هذا التعريف للمشهور هو تعريف المحدثين، يعني عند المحدثين يعرفون المشهور بأنه ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة. طيب، المشهور عند الفقهاء، بعض الفقهاء يروا أن تعريف المشهور زي تعريف المحدثين بالضبط اللي هو قلناه ده. بعضهم قال لك لا، إنه لابد أن يكون الطبقات كلها مستوية، يعني إذا رواه ثلاثة يبقى ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة من أول السند إلى منتهى، أو أربعة عن أربعة عن أربعة، وهكذا، أن يكون من ابتدائه إلى انتهائه سواء. ده عند الفقهاء. وأحيانا بيسموه تسمية أخرى غير المشهور، بيسموه المستفيض. يبقى المشهور أحيانا يسمى بالمستفيض، ودي عبارة تلاقيها عند الفقهاء فقط. في مشهور على الألسنة أو على ألسنة الناس، ده ملوش دعوة بقى بتعريف المشهور عند الفقهاء ولا عند المحدثين، لأن ممكن يكون المشهور على الألسنة ده ليه سند واحد أو ليه أكثر من سند، أو ليس له أصل بالمرة، يعني ممكن ما يكونش ليه أصل، آه ممكن، ويبقى مشهور على الألسنة إن ده حديث وهو حديث موضوع. طيب، نيجي للعزيز. العزيز هو ما رواه اثنين فأكثر في كل طبقة، يبقى بيقل واحد عن المشهور، يبقى ما رواه اثنان فأكثر في كل طبقة. طيب، والغريب. الغريب هو ما حصل التفرد فيه في أي موضع من مواضع السند. يعني إيه؟ يعني لقينا في موضع من مواضع السند في طبقة أو في طبقة من طبقات السند موجود راوي واحد فقط، ممكن يزيدوا في طبقات أخرى، لكن هتلاقي في طبقة من الطبقات مش موجودة إلا واحد فقط، زي مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات، ده هتلاقيه سيدنا عمر بس هو اللي رواه. ماشي. طيب، الغريب ده بقى بينقسم برضو إلى قسمين، غريب مطلق وغريب نسبي. يبقى الغريب هنا أدي مطلق وأدي نسبي. المطلق هو ما كان التفرد فيه في أصل السند، الموضع اللي بيدور عليه السند وهو الصحابي. يبقى إذا كان التفرد في الصحابي فقط يبقى اسمه إيه؟ غريب مطلق، زي ما قلنا حديث إنما الأعمال إيه؟ بالنيات. يبقى التفرد في أصل السند واللي هو إيه؟ الصحابي. الغريب النسبي أن يحصل التفرد في أي موضع من مواضع السند بخلاف الصحابي أو مع الصحابي. طب سموه غريب نسبي ليه؟ قال لك لأن الغرابة هنا تحدث بالنسبة إلى شخص معين، يعني تيجي في وسط السند تلاقي إيه اللي بيرويه واحد فقط، وباقي الطبقات فيها اثنين واللي فيها ثلاثة واللي فيها ممكن أربعة، لكن في طبقة من الطبقات بتلاقي واحد بس هو اللي بيروي.
يبقى الغريب النسبي أن يحصل التفرد في أثناء السند. وضحت كده الخريطة؟ تمام. مسك. نقرأ بقى كلام الحافظ كده ونشوف بيقول إيه. والثاني، يبقى احنا قلنا الأول المتواتر، الثاني الأحاد، وهو أول أقسام الأحاد ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين. أكثر من اثنين يعني إيه؟ ثلاثة، ثلاثة فيما فوق، وهو المشهور عند المحدثين. سمي بذلك لوضوحه، وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء. يبقى بعض الفقهاء بيسموا المشهور إيه؟ مستفيض. سمي بذلك لانتشاره، من فاض الماء يفيض فيضا. ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور، يعني في بعض العلماء قال لك في فرق ما بين المشهور والمستفيض. يبقى الرأي الأول بيقول إن المشهور هو المستفيض. بعض العلماء قال لك لا، ده المشهور غير المستفيض. طب إيه هو بقى المستفيض؟ قال لك يكون في ابتدائه وانتهائه سواء زي ما قلنا. والمشهور أعم من ذلك، بقى المشهور يشمل تعريف المشهور عند المحدثين وتعريف المستفيض عند الفقهاء. ومنهم من غاير على كيفية أخرى، فبعض العلماء مثلا قال لك إن المستفيض ده ما تلقته الأمة بالقبول بدون حصر عدد معين، بلا حصر عدد معين، يعني معنى كده إن هو خلاه زي المتواتر. في ناس قالوا كده، في ناس قالوا كده إن المستفيض ده هو اللي تلقته الأمة بالقبول من غير عدد ولا حصر، زي مين؟ زي أبو بكر الصيرفي. وبعض العلماء غالى قوي زي القاضي الموردي، قال لك إن المستفيض ده أقوى من المتواتر، وده اصطلاح خاص بالموردي، لكن الجمهور على ما قرره الحافظ في كتابه هذا. ومنهم من غاير على كيفية أخرى زي ما قلنا، وليس من مباحث هذا الفن. ليه بقى مش من مباحث هذا الفن؟ لأن المستفيض إذا اعتبرناه متواتر يبقى احنا ما بنبصش فيه على أحوال الرجال، لأن المتواتر لا ينظر فيه إلى رجاله بل يقبل كما هو. فإذا اعتبرنا المستفيض ده من المتواتر يبقى خلاص ده كده احنا ما بنبصش فيه أصلا، احنا بنقبله كده زي ما هو. ثم المشهور يطلق على ما حررها هنا، أو ما حرر هنا اللي هو التعريف اللي قاله، وعلى ما اشتهر على الألسنة، فيشمل ما له إسناد واحد فصاعدا، بل ما لا يوجد له إسناد أصلا. يبقى المشهور على الألسنة ده حاجة منفصلة، ممكن يبقى ليه سند واحد، ممكن يبقى ليه أكثر من سند، ممكن ما يبقاش له أي سند أصلا، ولكن الناس توارثته وتعرفت على أن هذا حديث لكن ليس له أصل من الصحة. والثالث العزيز، وهو ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين. يبقى زي ما قلنا هنا إن العزيز اللي يرويه اثنين فأكثر في أي طبقة من الطبقات، لو زادوا برضو ما فيش مشكلة،
لكن المهم ألا يقل الرواة عن اثنين في كل طبقة. وسمي بذلك، هو إيه اللي سمي بذلك؟ العزيز، إما لقلة وجوده، يبقى هو كده جاي من إيه؟ من فعل عز يعز بكسر العين، إذا قلنا إن هو سمي بذلك لقلة وجوده. وإما لكونه عز أي قوي، يبقى في الحالة دي جاي من فعل إيه؟ عز يعز بفتح العين، أي قوي بمجيئه من طريق أخرى. ده مثل قوله تعالى إيه؟ فعززنا بثالث، يعني أي قويناهم بثالث. يبقى وإما لكونه عز أي قوي بمجيئه من طريق أخرى. طبعا هو قال أخرى عشان إحنا قلنا الطريق يذكر ويؤنث، وليس شرطا للصحيح. يعني العزيز ده في بعض العلماء قال لك ده إيه؟ الصحيح لابد أن يكون عزيزا، جعله شرط للصحيح. فالحافظ بيقول وليس شرطا للصحيح، يعني مش لازم كل حديث صحيح يبقى عزيز، خلافا لمن زعمه وهو أبو علي الجبائي من المعتزلة. أبو علي الجبائي من المعتزلة قال لك إن الشرط الصحيح أن يكون عزيزا. وإليه يومئ كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث، كتاب علوم الحديث للحاكم، حيث قال الصحيح، بيعرف الصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة بأن يكون له راويان، ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة. اثنين، يكون له راويان، يعني حديث عزيز. فالحاكم جعل هنا شرط الصحيح أن يكون الحديث عزيزا. وصرح القاضي أبو بكر بن العربي في شرح البخاري، القاضي أبو بكر بن العربي له شرح على البخاري وشرح على مسلم، وكثيرا ما ينقل عنه الحافظ ابن حجر في الفتح من شرح القاضي ابن العربي للبخاري، وللأسف هذا الشرح مفقود غير موجود. وصرح القاضي أبو بكر بن العربي في شرح البخاري بأن ذلك شرط البخاري. يعني القاضي بن العربي قال لك إن شرط البخاري في الصحيح أن يكون الحديث عزيزا. وأجاب عما أورد عليه من ذلك بجواب فيه نظر، يعني العلماء اعترضوا على القاضي أبو بكر بن العربي، قالوا له الكلام ده يعني فيه نظر، فأجاب عليهم بإيه؟ لأنه قال فإن قيل حديث الأعمال بالنيات فرد لم يرويه عن عمر إلا علقمة، قال قلنا قد خطب به عمر على المنبر. يعني نسألوا له يا مولانا القاضي، حديث إنما الأعمال بالنيات ده حديث تفرد به عمر وعلقمة تفرد به عن عمر، يبقى ازاي شرط البخاري؟ فرد عليهم قال لهم ايه؟ ده سيدنا عمر خطب به على المنبر والصحابة سمعوه، فلو واحد فيهم كان انكر هذا الحديث كان رد عليه قال له لا، ده الحديث ده مش صحيح. فلولا أنهم يعرفونه لأنكروه. دي حجة مين؟ القاضي أبو بكر بن العربي. وتعقب، يعني ناس بقى ردوا على كلام القاضي أبو بكر بن العربي بأنه لا يلزم من كونهم سكتوا عنه أن يكونوا سمعوه من غيره. يعني مش لازم سيدنا عمر وهو بيقول الحديث على المنبر والصحابة سكتوا، مش لازم يكونوا سمعوه من حد آخر أو
أو باقي الصحابة سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، مش لازم. وبأن هذا لسلم في عمر منع في تفرد علقمة ثم تفرد محمد بن إبراهيم به عن علقمة ثم تفرد يحيى بن سعيد به عن محمد، كل دول تفردوا بالحديث. طب هنقول سيدنا عمر الناس سمعوه على المنبر وما أنكروهوش، طب تفرد الباقيين ده نعمل فيه ايه؟ الباقيين ما لم يحدثوا بهذا الحديث على المنبر زي سيدنا عمر، فاذا تفردوا به يبقى ازاي شرط البخاري ان يكون الحديث عزيز، وهو الحديث ده كله في اول السند ثلاثة او اربعة متفردين به. ثم تفرد يحيى بن سعيد به عن محمد على ما هو الصحيح المعروف عند المحدثين، وقد وردت لهم متابعات لا يعتبر بها. يعني في بعض المتابعات لهذا الحديث، متابعات ليحيى بن سعيد ومتابعات لعلقمة، لكن لا يعتبر بها، الرواة بتوعها رواة ضعفاء. وكذا لا يسلم جوابه في غير حديث عمر. يعني في أحاديث أخرى في البخاري فيها تفرد، هنعمل فيها إيه؟ هنقول فيها إيه بقى؟ والصحابي اللي روى الحديث ما قالوش على المنبر زي سيدنا عمر، فماذا نفعل؟ قال ابن رشيد: ولقد كان يكفي القاضي في بطلان ما ادعى أنه شرط البخاري أول حديث مذكور فيه. يعني يكفي أن احنا نرد على القاضي أبو بكر بن العربي ونقول له أن الكلام ده مش صحيح وأن ده مش شرط البخاري، حديث عمر ده، إنما الأعمال بالنيات. أول حديث مذكور فيه طبعا هو ده، مش أول حديث مذكور في البخاري. أول حديث مذكور في البخاري حديث بدء إيه؟ الوحي. فيبقى الابتداء أو الأولية هنا أولية إيه؟ مش حقيقية. يعني ابن رشاد يقصد أنه من أوائل الأحاديث التي ذكرت في البخاري، ليس أولها على الإطلاق، لأن أولها زي ما قلنا حديث إيه؟ بدء الوحي. وادعى ابن حبان نقيض دعواه. ابن حبان بقى قال عكس الكلام ده خالص، فقال إن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي، يعني ينتهي السند، لا توجد أصلاً. يعني ايه؟ مفيش حاجة اسمها حديث عزيز بالمرة، ان رواية اتنين عن اتنين عن اتنين دي مش موجودة اصلا. فالحافظ بيقول ايه بقى؟ قلت ان اراد ان رواية اثنين فقط عن اثنين فقط لا توجد اصلا فيمكن ان يسلم. يعني لو كان ابن حبان يقصد إن رواية اتنين عن اتنين عن اتنين فقط بس، يعني ما ينفعش اتنين عن تلاتة عن اتنين عن اتنين مثلا، لا ده كل الطبقات فيها اتنين 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 لغاية ايه؟ من أول الحديث إلى آخره. فلو كان ابن حبان يقصد كده ممكن نسلم له بكده. وأما صورة العزيز التي حررناها فموجودة بألا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين. يعني ممكن يبقى اثنين عن اثنين عن ثلاثة مثلا، دي موجودة، أو اثنين عن أربعة عن اثنين موجودة. لكن اللي ممكن ما يبقاش موجود إن يبقى اثنين عن اثنين من أول السند إلى إيه؟ منتهى. واضحة الحب النقطة دي؟
ولا محتاجة إعادة؟ مثاله بيضرب مثال على إيه؟ على الحديث العزيز. ما رواه الشيخان، الشيخان اللي هم مين؟ البخاري ومسلم، من حديث أنس. يبقى الشيخان رووه من حديث أنس فقط، والبخاري لوحده من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. الحديث، الحديث دي مثلثة الثاء، فتقول الحديث أو الحديث أو الحديث، يعني بقية الحديث. بقية الحديث من والده وولده والناس أجمعين. فهو بيقول ورواه عن، يبقى الصحابة فيهم إيه؟ اتنينهم أنس وأبو هريرة. ورواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب. يبقى في طبقة التابعين في إيه؟ اتنينهم برضو. ورواه عن قتادة شعبة وسعيد. يبقى في اتنين برضه في تابع، في طبقة ايه؟ تابع التابعين. ورواه عن عبد العزيز اسماعيل بن عليا وعبد الوارث. هدو برضه اتنين اهو. ورواه عن كل جماعة، يعني بعد كده كثر العدد زاد عن اتنين. يبقى ده مثال اهو للحديث الايه؟ العزيز. وهو الحافظ كأنه هنا بيرد على كلام ابن حبان ان ده مش موجود، ان سورة العزيز هذه ليست موجودة. والرابع الغريب، وهو ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند. يبقى أي موضع من مواضع السند وجدنا فيه راوي واحد فقط، يبقى الحديث ده إيه؟ غريب. حتى لو في طبقة أخرى وجدنا مثلا خمسة، يبقى اسمه غريب برضو. على ما سنقسم إليه الغريب المطلق والغريب النسبي. فهو هيشرح بعد كده يعني ايه الغريب المطلق والغريب النسبي، واحنا شرحناها هنا. الغريب ده منه صحيح ومنه حسن ومنه ضعيف، واغلب الحديث الغريب اغلبه ضعيف. وكلها أي الأقسام الأربعة المذكورة سوى الأول وهو المتواتر آحاد، ويقال لكل منها خبر واحد. يعني الأقسام الثلاثة دي، مشهور والعزيز والغريب، يقال لها إيه؟ آحاد. وخبر الواحد في اللغة ما يرويه شخص واحد. يبقى هو كده بيعرف خبر الواحد لغة مش اصطلاحا، لغة هو ما يرويه شخص واحد. وفي الاصطلاح ما لم يجمع شروط التواتر. يختل أي شرط من شروط التواتر يبقى الحديث ده أحد. يبقى الشروط الأربعة لابد أن تجتمع حتى يسمى الحديث متواترا. يختل شرط واحد منها يبقى الحديث ده إيه؟ أحد. وفيها أي الأحاد، يعني من أحاديث الأحاد المقبول، وهو ما يجب العمل به عند الجمهور.
الحافظ هنا ذكر حكما مقبول وليس تعريفا، يعني كأننا نقول إيه المقبول، إيه حكمه؟ هو ما يجب العمل به عند الجمهور. لكن إيه هو الأحد المقبول؟ تعريفه إيه بقى؟ الذي ترجح صدق المخبر به. يبقى الحديث الأحد المقبول هو ما ترجح صدق المخبر به، ده تعريف. حكمه إيه؟ يجب العمل به عند الجمهور. طب عند الجمهور يعني معناها إن في ناس أنكرت العمل بالحديث الأحد؟ آه نعم. زي مين؟ زي المعتزلة. المعتزلة أنكروا وجوب العمل بالأحاديث الأحاد. لكن الجمهور على أنه يجب العمل به، لأنه في وقائع مختلفة كثيرة لا تحصى عمل الصحابة والتابعون من بعدهم بخبر الواحد، فالجمهور على وجوب العمل به أي بالخبر الأحاد المقبول، زي ما قلنا إيه خلافا لمين؟ للمعتزل. وفيها أي في الأحاديث الأحاد المردود، يعني زي ما في المقبول في المردود، وهو الذي لم يرجح أو لم يرجح صدق المخبر به. وهو أنا ذكر التعريف بقى، عرف المردود، ما قالش الحكم بتاعه زي ما إيه ما قال في المقبول، لا، وهنا قال التعريف. يبقى احنا قلنا تعريف المقبول الذي ترجح صدق المخبر به، المردود هو الذي لم يرجح صدق المخبر به. لتوقف الاستدلال بها دي عايدة على ايه؟ على الأحاديث الأحاد، على البحث عن أحوال رواتها، مش زي المتواتر احنا ما بنبصش في أحوال الرواة أصلا، لكن في حديث الأحاد بنبحث عن أحوال الرواة، شوف الراوي ده ثقة، ضعيف، كذاب، إمام من الأئمة، وهكذا، بنفتش عن أحوال كل راوي دون الأول وهو المتواتر، فكله مقبول، كل المتواتر مقبول قطعا لا ظنا. لإفادته القطع بصدق مخبره، اللي هو المتواتر يفيد القطع بصدق المخبر والمخبر، بخلاف غيره من أخبار الأحاد لا تفيد القطع بل تفيد إيه؟ الظن. لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها لأنها إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول. الحافظ هنا لما بيقول إيه وجب العمل بالمقبول منها أي من الأحاديث الأحاد، لأنها، هو كده هنا ما بيدللش أو ما بيستدلش على إنه يجب العمل بالمقبول، لا، ده بيقول الدليل على انقسام المقبول أو انقسام الأحاد إلى مقبول ومردود. اللام هنا بتعلل انقسام الخبر إلى مقبول ومردود، إن ممكن يتفهم إن هو بيدلل على إيه؟ على وجوب العمل بالمقبول، لا، لأنها أي الأخبار الأحاد إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول
وهو ثبوت صدق الناقل. يبقى الناقل أو الراوي إذا كان صادقا ثقة يبقى كده الحديث الأحاد ده يقبل ويعمل به، أو أصل صفة الرد، إن يكون في الحديث ده أصل صفة الرد. إيه هي أصل صفة الرد؟ وهو ثبوت كاذب الناقل، ناقل كذاب وضاع يقوم باختلاق الأحاديث ووضعها. يبقى في الحالة دي حنرد هذا الحديث ولا نقبله، أو لا، أو لا يعني لا يوجد فيها صفة القبول ولا صفة الرد. هنعمل فيه إيه؟ هيقوله. فالأول اللي هو بقى المقبول يغلب على الظن صدق الخبر. طب وهو ليه قال يغلب على الظن، ما قالش إيه نتيقن مثلا؟ ليه؟ لاحتمال إيه؟ خطأ الراوي. يعني الرجل إيه؟ الراوي ده ثقة، لكن هو الثقة ده أو الراوي ده مش بشر، مش احتمال يخطئ، احتمال ينسى، يسهو، احتمال. أي نعم هذا الاحتمال ضعيف لكنه وارد لأنه إيه؟ بشر. فلذا قال إيه؟ يغلب على الظن، مش يقين، لا، يغلب على الظن صدق الخبر لثبوت صدق ناقله. ثبوت صدق ناقله في الخبر ده بالذات اللي أنا برويه، ولا ثبوت صدق ناقله مطلقا؟ ها؟ يعني في راوي بيروي حديث وهذا الراوي صادق اتصف بالصدق، فلأجل هذا قبلنا حديثه. هل اتصافه ده بالصدق في هذا الحديث بالذات، ولا اتصافه بالصدق بصفة عامة؟ بصفة عامة، فيجب أن يكون الراوي متصفا بالصدق في أحواله كلها. فما يجيش مثلا لواحد هو معروف عنه الكذب ولكن جه في حديث صدق، عرفنا منين ان ورد له شواهد ومتابعات تفيد ان هذا الحديث صحيح، فاجي اقول ان الراوي ده صادق؟ لا، هو صادق في هذا الحديث فقط لكن في غيره لا. يبقى لابد ان يكون الراوي متصفا بالصدق في جميع احواله فيؤخذ به، يعني يؤخذ بهذا الحديث أو بهذا الخبر. والثاني اللي هو بقى المردود، يغلب على الظن كذب الخبر. قال برضو يغلب على الظن الاحتمال إن هو يجي في مرة ويصدق. يغلب على الظن كذب الخبر لثبوت كذب ناقله. هو عادة الرجل ده متصل بالكذب، فأنا بقى مش حاجة أقول إيه لا ده هو في هذا الحديث صدق وهنا ما صدقش وهنا صدق وهنا ما صدق، لا، أنا حرد حديثه بالكلية. فيطرح، أي يترك. والثالث، إن وجدت قرينة تلحقه بأحد القسمين التحق. يعني في واحد أو في راوي إحنا مش عارفين حاله، هل هو صادق ولا هو كاذب؟ مش معروف. فنقوم نعمل ايه في الحالة دي؟ نشوف القرائن، في قرينة، في حاجة تساعدنا ان احنا نقول ان الراجل ده صدق في هذا الحديث. اذا لقينا يبقى نلحقه بالمقبول، وإلا فيتوقف فيه. طب ما لقيناش، مش عارفين برضو، مش لاقيين قرينة، يبقى يتوقف في العمل بهذا الحديث.
فإذا توقف عن العمل به صار كالمردود، أي مشابها للمردود، يعني مش هو في نفسه مردود لأن احنا مش عارفين، صار كالمردود أي شبيها بالمردود، لا لثبوت صفة الرد، لأن هو مش احنا مش عارفين ان الراجل ده كاذب ولا صادق، يعني ما فيش صفة توجب رده، بل لكونه لم توجد فيه صفة توجب القبول. يعني حتى لو ما لقيناش فيه صفة من صفات القبول ولا صفة من صفات الرد، نتوقف فيه ونرد الخبر، نرده، احنا مش عارفين. والله أعلم. طبعا الحديث الأحاد قبوله ورده واخد مساحة، أخذ مساحة كبيرة من الايه من كلام العلماء. فمثلا المالكية، المالكية قال لك إذا الحديث الأحاد خالف عمل أهل المدينة بيردوا حديث الأحاد. الإمام مالك من القواعد بتاعته المستقرة إنه يقدم عمل أهل المدينة على حديث الأحاد. فعند المالكية مثلا وضع اليدين على الصدر في الصلاة مع أن مالك رواه في الموطأ إلى أنه لم يأخذ به. طب ليه يا سيدنا الإمام؟ قال لك لأن عمل أهل المدينة على خلاف ذلك، كانوا يرسلون أيديهم. يبقى ده عند السادة إيه؟ المالكية، إنهم بيردوا حديث الأحاد إذا خالف عمل أهل المدينة. نيجي للحنفية، إذا كان الحديث أو الخبر مما تعم به البلوى يرد الحديث الأحاد ولو كان صحيحا. زي إيه مثلا؟ زي قصة أو حديث مس الذكر. حديث مس الذكر حديث أحاد وهو صحيح إنه إيه؟ يوجب الوضوء. الحنفية قالوا لا. ليه؟ قال لأن هذا مما تعم به البلوى، ده أي واحد أي إنسان أو أي رجل معرض لهذا، وهذا لم ينتشر، لم يروه إلا إيه؟ حديث أحد، وهو على ما أتذكر حديث بصرة بنت صفوان، إذا يعني إذا كنت متذكر يعني. فقال لك يبقى حاجة تعم بها البلوى والناس كلها محتاجة إنها تعرف الحكم بتاعها، ومفيش إلا واحدة بس هي اللي ترويه، ده يبقى يعني إيه كلام ما يخشش الدماغ. فيرد الحديث الأحاد إذا كان بما تعم به البلوى. وإيه كمان؟ يرد حديث الأحاد إذا خالف الراوي ما رواه. يعني في راوي روى حديثا معينا وجه هو الراوي نفسه عمل بخلاف ما روى، عمل بخلاف ما روى، يبقى إيه في الحالة دي؟ يرد حديث الأحاد. ليه؟ يقول لك إذا كان هو الراوي للحديث ومع ذلك خلفه وعمل بخلافه، يبقى إزاي ناخد بيه؟ برضو عند السادة الحنفية يقول لك إذا الحديث الأحاد خالف القياس ولم يكن راويه فقيها، يبقى نرد الحديث الأحاد.
الراوي بتاعه مش فقيه ولا الإمام خالف القياس، يبقى ايه؟ نرد الحديث الأحاد ده عند مين؟ السادة الحنفية فقط. فيبقى العلماء في قبول ورد حديث الأحاد كل منهم له رأي، واختلفوا على مذاهب شتى. وقد يقع فيها، أي في أخبار الآحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب، ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار، خلافا لمن أبى ذلك. هنا بقى الحافظ بيتعرض لقضية اختلف برضو فيها العلماء اختلاف كبير، هل حديث الأحاد يفيد العلم النظري ولا يفيد الظن؟ ابن الصلاح ومن تابعه قالوا انه يفيد العلم النظري. ابن الصلاح في المقدمة ومذهب كثير من العلماء قال لك ان حديث الأحاد يفيد الايه؟ العلم النظري. جه الإمام سيدنا الإمام النووي وابن عبد السلام قالوا لا، ده لا يفيد إلا الظن. وده انتصر له فريق وده انتصر له فريق. الحافظ بقى اختار إيه من الأقوال دي؟ قال إنه يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار، يعني على إيه اللي اختاره هو ومن تابعه من المحدثين، خلافا لمن أبى ذلك. اللي أبى ذلك زي ما قلنا إيه؟ مين؟ النووي وابن عبد السلام. وده ممكن يكون رأي الجمهور على فكرة، اللي هو اللي أبى ذلك ده. والتاج السبكي يعني أفاض في هذا الموضوع في شرح المختصر ابن الحاجب، حتى انه قال ان هذا هو الحق، انه ايه؟ ان حديث الاحاد تفيد الظن ولا تفيد ايه؟ العلم النظري. خلافا لمن ابى ذلك، قلنا طبعا مين اللي ابى؟ والخلاف في التحقيق لفظي، لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظريا. يعني اللي قال إن أحاديث الأحاد تفيد العلم قال إنها تفيد العلم النظري، لازم يجيب كلمة إيه؟ النظرية دي معاه، وهو الحاصل، يعني العلم النظري ده هو الحاصل عن الاستدلال. في قرائن عنده تخليه يفيد العلم الايه؟ النظري. ومن ابى الاطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر. اللي ما رضاش يقول ان ده يفيد العلم هو بيخص المتواتر فقط، ان هو ده اللي بيفيد العلم اليقيني. واضح النقطة دي؟ نقولها تاني. اللي بيقول إن حديث الأحاد يفيد العلم لازم يقول معاه إيه؟ إن هو بيفيد العلم النظري. واللي بيقول إنه لا يفيد العلم يقصد بيه إيه؟ العلم الضروري. فهنا هو بيقصر العلم على ايه؟
على المتواتر فقط. فالحافظ بيقول الخلاف هنا لفظي، كأنه مفيش خلاف، لأن اللي هو بيقول إن أو بيخص العلم بالمتواتر عنده إن غير المتواتر ظني. واخدين بالكم؟ ومن أبى الإطلاق، يعني ما قال إن هو يعني لما يجي على حديث الآحاد ما يقولش إن هو بيفيد العلم. أبى الإطلاق، خص لفظ العلم بالمتواتر، فهو اللي بيقول إن هو ما يفيدش العلم بيقصر العلم على المتواتر فقط، إن المتواتر هو فقط الذي يفيد العلم، بدليل إن ما عداه عنده ظني، لكنه لا ينفي اللي هو أبى الإطلاق بقى أن ما احتف بالقرائن أرجح مما خلى عنه. يعني الحديث الأحاد اللي فيه قرائن تقويه ده عنده أرجح من غيره. والخبر المحتف بالقرائن أنواع، يبقى الخبر اللي هو فيه دلائل وقرائن تساعدنا إن احنا نقبله ونأخذ به ده أنواع، القرائن دي أنواع، منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ التواتر. يبقى الحديث اللي أخرجه الشيخان اللي هو البخاري ومسلم ده في حد ذاته قرينة تجعلنا إن احنا نقبل إيه؟ الخبر. إيه هي القرائن دي؟ قال لك جلالتهما في هذا الشأن، يعني البخاري ومسلم دول أئمة هذا الشأن، فلما يروا الاثنين حديث ده يبقى يعني جاز كل المسائل، يعني احنا لابد ان احنا نقبل به. وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما، البخاري ومسلم في كتابيهما اعتنوا بان هما يخرجوا الحديث الصحيح فقط في الكتاب بتاعهم، وإلا البخاري كان يعني يحفظ من الأحاديث آلافا مؤلفة ومع ذلك لم يودعها في صحيح. ليه؟ لأن هو بيعتني بإخراج الصحيح فقط، وكذلك الإمام مسلم. إيه تاني؟ قال وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول. جميع العلماء قالوا إحنا البخاري ومسلم كل ما فيهما من أحاديث نقبله، فالأمة تلقت هذه الأحاديث كلها بالقبول، أحاديث البخاري ومسلم. وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر. يعني الحديث لو ورد من طرق كثيرة ولكنها طبعا لم تبلغ التواتر، الحافظ بيقول إن التلقي العلماء للقبول لأحاديث البخاري ومسلم ده أقوى من أن أجد حديثا آخر في كتاب آخر غير البخاري ومسلم له طرق كثيرة لم تبلغ حد التواتر. مثلا حديث رواه النسائي وله طرق كثيرة، وحديث وجدناه في البخاري ومسلم ولم نجد له إلا هذا الطريق، فعند العلماء يقدموا الحديث اللي رواه البخاري ومسلم وإن كان ليس له طرق على حديث مثلا رواه النسائي وله طرق كثيرة لم تبلغ حد التواتر. ليه؟ لأن العلماء تلقوا كتاب البخاري ومسلم بالقبول، قبلوا ما فيهما. لكن في استثناء صغير، ما هو هذا الاستثناء؟
إلا أن هذا يختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين. في أحاديث حوالي 100 حديث انتقدت على البخاري ومسلم، فالدارقطني في كتاب الإلزامات والتتبع جاء بهذه الأحاديث وانتقدها على البخاري وعلى مسلم. فيبقى الأحاديث اللي انتقدها الأئمة على البخاري ومسلم مش داخلة في الإيه؟ في التلقي أو في تلقي الأمة لها بالقبول. وإن كان حتى هذه الأحاديث أو المئة أو المئتان أو المئتين حديث دول، ما مئتين، 210 زي ما الشيخ نور الدين عتر قايل في الحاشية، الأحاديث دي اللي انتقدوها الحفاظ على البخاري ومسلم زي الدارقطني وغيره، جه الحافظ في الفتح جاب الأحاديث اللي انتقدوها على البخاري ورد على الكلام ده وقال إن الناس اللي انتقدوا الأحاديث دي على البخاري ما لهمش حق في الكلام ده، ده البخاري هو اللي على صواب. وجاء الولي العراقي في شرح مسلم انتقد برضو، أو إيه، انتقد من انتقد مسلم وصحح مذهب مسلم في إيراده لهذه الأحاديث في كتابه. وحتى الإمام النووي لما جه شرح البخاري، شرح قطعة من البخاري، قال إن العلل اللي انتقد من أجلها أئمة الحديث البخاري ومسلم عليها هذه علل بسيطة، يعني إيه، حاجة خفيفة ممكن تتجاوز، ليست علل قادحة في الحديث. ليه؟ لأن البخاري ومسلم كانوا يتحروا أحوال الرواة، يتحروا الصحيح منها ويوردوه في كتبه، فحتى ما وجد من انتقادات هي انتقادات بسيطة جدا. وبما لم يقع التخالف بين مدلوليه، يبقى الحافظ بيستثني من البخاري ومسلم اللي انتقدوه، أول حاجة اللي انتقدوه الحفاظ على البخاري ومسلم، تاني حاجة اللي وقع التخالف بين مدلوليه من حيث لا ترجيح. يعني ايه وقع التخالف؟ يعني في حديث بعض الناس فهموه بمعنى والآخر فهموه بمعنى مضاد عكس المعنى الأول، لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما، لأنه من الاستحالة أن نحن إيه نصدق الإيه التفسيرين مع بعض، والتفسيرين إيه متناقضين، ده عكس ده، من غير ترجيح لأحدهما على الآخر. وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته. يعني بقية الأحاديث الإجماع حاصل على أنها أحاديث صحيحة. فإن قيل إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته، لو حد جه قال إن إحنا يجب العمل بالأحاديث اللي في الصحيحين وده غير الصحة، يعني هم اتفقوا على إن إحنا نعمل بما في الصحيحين لكن ما اتفقوش على إن اللي في الصحيحين صحيح، فالحافظ بيقول لا، منعناه، وسند المنع أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجه الشيخان. يبقى إيه؟ الأمة اتفقت على وجوب العمل بكل ما صح، وهم اتفقوا على وجوب العمل بما في البخاري ومسلم، إذن فكل ما في البخاري ومسلم صحيح.
ولم يخرجه الشيخان، يعني حتى الحديث لو صح ولم يخرجه الشيخان وجب العمل به. بيقول فلم يبقى للصحيحين في هذا مزية، والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة. يعني هناك إجماع على أن للبخاري ومسلم ميزة على غيرهما من الكتب في نفس الصحة نفسها. ومما صرح بإفادة ما خرجه الشيخان العلم النظري الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني. يبقى هو إيه الحافظ بإيه بيستدل على كلامه اللي في الأول اللي قاله إيه؟ إنه ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. فبيقول حتى الأساتذة والمشايخ الكبار دول قالوا بالكلام ده، زي مين؟ زي أبو إسحاق الإسفرائيلي. ومن أئمة، طبعا أبو إسحاق الإسفرائيلي ده من أئمة الفقه والأصول. ومن أئمة الحديث أبو عبد الله الحميدي وأبو الفضل ابن طاهر وغيرهما. ده حتى الفضل أبو الفضل ابن طاهر لم يكتفي بأنه هو يقول أن الأحاديث اللي في الصحيحين تفيد العلم النظري، ده قال ده حتى الأحاديث التي على شرط البخاري ومسلم. يعني على شرط البخاري ومسلم، يعني في إمام من الأئمة روى نفس الحديث الذي عند البخاري أو عند مسلم أو عند أحدهما من نفس الطريق بتاع البخاري ومسلم، يبقى ده على شرط البخاري أو على شرط مسلم أو على شرطهما، وهو مش موجود أصلا بهذا السند بكامل هذا السند يعني في البخاري أو مسلم. ابن طاهر قال لك ده برضو هذا يفيد العلم النظري، وهو اللي على شرط البخاري ومسلم. ويحتمل أو يحتمل أن يقال المزية المذكورة كون أحاديثهما أصح الصحيح. يعني ممكن يتقال أن الأحاديث اللي في البخاري ومسلم بلغت الدرجة العليا من الصح، لأن الصحيح برضو درجات، فاللي في البخاري ومسلم هذا بلغ أعلى درجات الصح. نكمل ولا شايف في ناس نامت؟ اللي قاعد ورا الكاميرا ده نام خالص. نكمل ولا نكتفي؟ طيب يبقى ايه، نتوقف عند هذا ونكمل المرة القادمة على المشهور.